اشتغلت معاه وعشت معاه تقريبا ديال 7 سنين وما نساش لا بركان لا منير لا الجمهور ديال بركان لا تاثرت كبير كثير الله يرحمه المرحوم فهو كما كنقول دائما فهو في ايدي امنه بين يدين الله سبحانه وتعالى الله يرحمه ويوسع عليه معنا الى نعيله بالدعوات باش يغفر ليه الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويصبر العائله الكبيره ديالو اللي هي مدينه بركان العائله الصغيره الام ديالو الزوجه ديالو اذا فنتمنى ان شاء الله كنقول لكم انا بركاني هذا هو اللي نقدر نقول لكم الله يسهل ميرسي بوكو الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ملي مشيت لفاس وقيلا كنظن البارح سول فينا البارح مسكين فرش الموت وسول في جواني وفي عادي سراج ما يمكنش ما تقدرش معاه لان شفنا على الخير كل لحظات ما عمرنا شفنا شي لحظه فلا اللي كنتي كتعتبره كاخ وكمساعد وكمدرب انا اي حاجه كنت كنلقاه في جنبي كنت حاضر ليه الوقت اللي حس بالالام كنا في طربوس قبل ما نمشيو لمصر حس بالم خفيف تقريبا هذه واحد المده ديال سنتين ولكن هذه الحياه كيجي واحد النهار كي الاجل كيوفى كنقول انا ما قتلوش المرض الاجل ديالو وفى الله يرحمه ويوسع عليه معنا الى ندعي له هذا وكنتمنى حظ سعيد لكل بركاني ونهضه بركان ان شاء الله بغيتها بغيت نداء للجمهور يساند الفريق ديالو على اساس لان نهضه بركان خاصها تمشي للتشامبيونز ليغ ما تبقاش لان كبرات على الكونفدراليه الافريقيه ترجع بركان عندها رجالها وعندها الناس اللي هذا عندها جمهور ديالها كبير ان شاء الله توصل ديال فينال وبغيت نشوف بركان في لا تشامبيونز ليغ ان شاء الله لان هذا الجمهور هذا يستاهل كل خير.